لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن نبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. البداية من مقال الكاتب مهدي قاسم بعنوان: النظام الإيراني أرنب متخاذل أمام إسرائيل وأسد جسور على العراق، حيث يقول: في مقالات سابقة تحدثت عن كيفية قيام إسرائيل وبشكل مستمر بتوجيه عشرات ضربات جوية قاصمة ضد مواقع القوات الإيرانية وميليشياتها الناشطة والمسلحة في سوريا، ما أدت وتؤدي إلى مقتل عشرات من جنودها وأتباعها الميليشياويين، وكيف أن النظام الإيراني وميليشياتها تمتص كإسفنجة رخوة متحملة تلك الضربات القاسمة دون أن توجه ولو حتى رصاصة واحدة ضد إسرائيل. بالطبع ليس تحريرا للقدس مثل ما يزعم النظام الإيراني دائما، إنما على الأقل كرد فعل طبيعي وانتقام مشروع لتلك الضربات الجوية التي تتكرر بين أسبوع أو شهر آخر بدون أي رد مماثل. إذا ما تعلق الأمر بالعراق الذي أضحى بوابة خلفية مشرعة الأبواب لإيران بفضل أتباعه ومواليه المرتزقة وعملائه المعروفين، فإن النظام الإيراني سرعان ما يتحول إلى أسد جسور ليقصف الأراضي العراقية بكل همجية وحقد متأصل ومزمن، حتى لو شعر بحركة بسيطة لثعلب عراقي يتحرك بقرب الحدود العراقية الإيرانية فتقوم قواته بقصف الأراضي العراقية دون أي تمييز أو اعتبار، حتى لو طالت عملية القصف مواطنين مدنيين ما هم في حقيقة الأمر سوى سياح مسالمين. إن هذا التعامل الجبان ذا الوجهين السافرين للنظام الإيراني، أي وجه خنوع وذليل بل خاضع صاغر أمام قوة وجبروت إسرائيل ومن ثم تحمل ضرباتها القاسمة المتكررة، هذا من ناحية، وجه شرس حقود قاس جدا مع العراق وشعبه من ناحية أخرى، فكل هذا لهو دليل صفة جبن وذلة وغدر، بمعنى جبن وذلة أمام من أقوى منه، وفي الوقت نفسه وشرس وقاس وغدار من هو أضعف منه في الوقت الحالي كالعراق مثلا. يقول الكاتب جاسم الشمري: في العراق منذ عام 2003 جملة من المفردات السياسية والإنسانية التي لا وجود لها إلا في التقارير والأوراق التي سودت بها، ومنها الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وغيرها من المصطلحات الوردية التي أفرغت من محتواها وصارت مجرد شواهد شاخصة في مقابر إنسانية مليئة بالأحياء وربما بعضهم في عداد الأموات، واستخدمت القوى الداخلية والخارجية تلك المفردات لتكون أسلحة مخدرة أو قاتلة للشعوب المغلوبة، وهي أيضا أدوات مليئة بالرعب والعنف تمارس ضد الدول التي لا تنبطح للسياسات التوسعية والتخريبية. العراقيون بعد عام 2003 وجدوا أنفسهم أمام ضغوطات قاتلة استخدمت فيها الأساليب البربرية الهادفة لمحو حياتهم وإنسانيتهم وهويتهم. وسياسات العنف السرية والعلنية والرسمية في العراق كانت باهظة الثمن، ورغم أن العراق قد انضم في تموز يوليو عام 2011 لاتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة لعام 84 و900 ألف، إلا أن سجون مليئة بآلاف البائسين والمظلومين الذين تتجاهلهم غالبية التقارير المحلية والدولية والإعلامية. وبعد عقدين من الغزو والعملية السياسية نجد أن ظروف السجناء غير الإنسانية قد تعززت في العراق اليوم، رغم كل ما يقال عن تغير ظروف السجون والمعتقلات، حيث تستمر الإهانات والتعذيب داخل السجون الرسمية وخارجها. وقبل 3 أيام حدثني صديق اعتقل لشهرين في محافظة قريبة من بغداد، وأكد أن المعتقلين تلقوا أنواع التعذيب والإهانات النفسية والفكرية والجسدية، وأكد أن المحققين يهددون المعتقل بجلب نساء عائلته إن لم يعترف.
الخريف، وقد اضطر بعضهم حفاظا على شرفهم أن يعترفوا بجرائم لم يرتكبوها، وأن محكمة المدينة فيها أحد أقسى قضاة العراق، وهو لا يعرف الرحمة ويطبق أشد العقوبات بكراهية وانتقام وألفاظ سوقية. يقول الكاتب إلياس حرفوش: مثل الذي يبيع سمكا في البحر. استعجل المسؤولون في لبنان المفاخرة بالفرص التي ستوفرها كميات الغاز التي قالوا إنها متوفرة في مياهه الإقليمية حتى قبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وقبل معرفة حجم كميات الغاز الموجودة في تلك المياه. بدأ التسويق لتلك الكميات على أنها الحل للضائقة الاقتصادية، وأنها ستعيد اللبنانيين أموالهم التي نهبت من المصارف، وستمدهم بالكهرباء التي حرمت منها منازلهم، وستحسن قيمة عملتهم التي وصلت إلى الحضيض. أمام هذه الآمال التي علقت على استثمار الغاز، جاء رفض إسرائيل للتعديلات التي اقترحها المفاوضون اللبنانيون على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ليضع عملية التفاوض أمام مأزق يمكن أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر. موافقة هذه القوى على اتفاق تم صياغته بعبارات أمريكية وبعد موافقة إسرائيلية تفسره الأحلام الموعودة بالخروج من الضائقة الاقتصادية كما سبق القول، وهي ضائقة لم تعد ما يسمى بيئة حزب الله غريبة عنها، باعتبار أن أهل هذه البيئة مواطنون لبنانيون يعاني معظمهم ما يعانيه الآخرون، ولا يستطيع حزب الله تجاهل معاناتهم. لكن هناك سبباً آخر يتعلق بالنفوذ الذي يمارسه الحزب في السياسة اللبنانية، والذي أصبح معروفاً لكنه في هذه الحالة أشد وضوحاً، إذ إنه يستطيع إسكات كل الأصوات المعارضة. فإذا كان الحزب الأكثر ممانعة قد وافق على هذا الاتفاق، فكيف لمن هم أقل ممانعة أن يعترضوا؟ خصوصاً بعدما وظف الحزب إعلامه للإيحاء بأنه يقف وراء ما تقرره الدولة في مسألة الترسيم، وهو الذي لم يقف وراءها في أي شأن آخر. غير أن الذي كان لافتاً أن الصمت في لبنان لم يرافقه صمت مماثل في الجانب الإسرائيلي، حيث يبدو أن الإيجابيات من استثمار الغاز من حقل كريش تفوق ما يعد لبنان نفسه به. نشر صحيفة واشنطن بوست مقالاً للمحلل إيشان ثرر قال فيه: إن علامات نهاية النظام الإيراني بدأت تلوح في الأفق، رغم أنه اكتسب خبرة في سحق أي حراك. وأشار الكاتب إلى الاحتجاجات التي تعيش على وقعها إيران منذ مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني، قائلا: إنه يتم إخماد أي شعلة من المظاهرات باليد الحديدية لنظام لا يحتمل ولو القليل من المعارضة، سواء للمطالبة بالحريات أو بسبب المشاكل الاقتصادية والانغلاق السياسي وسلسلة من الإحباطات الأخرى. وبحسب ثرر، فإن الاضطرابات التي حدثت في الأسابيع القليلة الماضية شيء مختلف، حيث أثار مقتل أميني ثورة شعبية شبابية مذهلة في جميع أنحاء البلاد، وشهدت المدينة تلو الأخرى احتجاجات من قبل الطلاب وغيرهم من الإيرانيين العاديين تندد بالقيود الصارمة المفروضة على ما يمكن أن ترتديه النساء في الأماكن العامة. السلطات الإيرانية أطلقت النار بشكل عشوائي على المظاهرات في العديد من الحالات، مما أدى إلى قتل أكثر من 100 شخص على أيدي قوات الأمن بحسب جماعات حقوقية. وعلى الرغم من عنف قوات الأمن وانقطاع التيار الكهربائي وخطوط شبكات الإنترنت، فإن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع. وبالنسبة للبعض، فإن القمع جعل الإيرانيين أكثر تصميماً، بينما تتغير المعطيات لمصلحة التغيير وفق التحليل نفسه. ويرى ثرور أنه رغم أن المسؤولين الإيرانيين الحاليين ينتمون للمجموعة التي أثارت الثورة الإسلامية قبل عقود، ويعرفون جيداً كيف تدار الثورات وبالتالي كيف يمكن توقيفها، فإن الوقت الآن يلعب ضدهم.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لمراسلها في البيت الأبيض بيتر بيكر، قال فيه إن الرئيس بايدن يواجه خيارا صعبا بعد قرار شركات النفط العالمية العملاقة خفض الإنتاج قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفية الحاسمة والتي قد تؤدي إلى تغيير سعر البنزين. تساءل كاتب التقرير هل يجب أن يلتزم بسياساته المتمثلة في استمالة السعودية أم اتخاذ إجراءات للرد؟ وأضاف التقرير ينظر إلى إعلان منظمة أوبك بلس للطاقة التي تقودها السعودية بأنها ستقلص ضخها بمليوني برميل يوميا على نطاق واسع في واشنطن، على أنه طعن في ظهر بايدن الذي تخلى قبل 3 أشهر فقط عن تعهده بجعل السعودية دولة منبوذة. ويصر السعوديون على أن خفض الإنتاج لم يكن مقصودا به أن يكون ضربة لبايدن، وقد أرسلوا أوراقا ورسوما بيانية إلى مسؤولي الإدارة لتبرير ذلك. ومع انخفاض سعر النفط إلى ما دون $80 للبرميل في الأيام الأخيرة، فقد أخبر السعوديون المسؤولين الأمريكيين بأنهم قلقون من أن ينزلق أكثر إلى 70s وربما 60s، ما يجعل ميزانيتهم المعتمدة على الطاقة غير مستدامة. وبدلاً من معاقبة السعودية، فقد بدأ أن مساعدي بايدن يركزون أكثر على مواجهة تحركها من خلال الإفراج عن المزيد من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وربما السعي إلى التقارب مع فنزويلا التي تضخ النفط. ويبدو أن الإدارة تفكر في اتخاذ خطوات للضغط على شركات الطاقة المحلية لخفض أسعار التجزئة، بما في ذلك القيود المفروضة على تصدير المنتجات البترولية. لم يكن من الممكن أن يأتي قرار أوبك بلاس في وقت أسوأ من الناحية السياسية بالنسبة لبايدن، الذي راهن جزئياً على انخفاض أسعار البنزين لحملة الانتخابات النصفية. وقام رون كلاين رئيس موظفي البيت الأبيض بتتبع السعر بشكل منهجي في محطات تعبئة البنزين لعدة أشهر، حيث إنه انخفض وشعر الديمقراطيون بزخم متجدد نتيجة لذلك. لكن أسعار البنزين بدأت بالفعل بالارتفاع تدريجيا حتى قبل الخطوة التي تقودها السعودية. خيارات بايدن لمواجهة خفض الإنتاج محدودة وتحتاج إلى مقايضات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. أقفلت معظم المصارف اللبنانية أبوابها مكتفية بخدمة الصراف الآلي بسبب الاقتحامات المتكررة التي تتعرض لها. وبعد قرار الإضراب الذي أعلنته جمعية المصارف، التزمت معظم المصارف بإغلاق أبوابها مكتفية باستخدام الصراف الآلي فقط، بينما فتحت بعض المصارف أبوابها اليوم كالمعتاد شرط حجز موعد مسبق. وتواصل المصارف في لبنان احتجاز الودائع لديها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد أواخر عام 2019، والتي تدهورت خلالها قيمة العملة الوطنية بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، في وقت يتخطى فيه سعر صرف الدولار حاجز 38,000 ليرة لبنانية، وسعر الصرف الرسمي لا يزال 1,507 ليرات، الأمر الذي انعكس بتدهور القدرة الشرائية عند المواطنين الذين باتوا محاصرين بغلاء شامل طال حتى الخدمات الصحية والطبية والاستشفائية. و
وصل عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال إلى أراضيهم أو إلى أرضهم في حي وادي الربابة في سلوان بجنوب المسجد الأقصى لقطف ثمار الزيتون. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيين اثنين من بلدة سلوان بالقدس الشرقية خلال قطف ثمار الزيتون في أرض مهددة بالمصادرة. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نديروا فيها في الصبح في العيد، ونديروا فيها حتى في الأفراح نديروا فيها، وفي المولد، ولما يزيد علينا بيبيات حتى هو نديروا فيها، لما يزيد علينا بيبي نديروا عصيدة. يحبوها أحفادي ما شاء الله، يحبوها، يموتوا عليها متاند، غالي عليهم، وبنياتي حتى أنا يكلم فيها. يعني من زمان ندير فيها، من حيش عمري 15 سنة وأنا نعصب فيها، تعلمتها من حياة أمي الله يرحمها ماتت، اللي علمت لي. يا ودي ما وقفوا غير علي، هدي بدعات، هم خربوا العالم كله، جيت غير في العصيده بدعه، ما نظن شيء كان عادي. إيه لا والله مزيت متمسكه بها، العوايد نتاعنا مزيت متمسكه بها، نديروا فيها عادي. إيه مازلنا ونديروا فيها تو، مازلنا بنديروها وياكلوا فيها الكبار والصغار. والله الاكلات هذينا في المناسبات الدينيه متداوله ديما، هذه موجوده قاعده على السبر الاول على الناس القدماء الاولين، ونستخدموا فيها الان توا. والله يعني اكله مفضله لي يعني الحق بصراحه، يعني وجبه رسميه في الحوشه دي في المناسبات. نلقاكم باذن الله.